بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا إلى الأسبوع الثالث من البريجنانسي، الأسبوع الثالث بعد الفيرتلايزيشن. هذا الأسبوع بيبتدي عند اليوم الـ14. كانت أهم أحداث هذا الأسبوع هي عملية الجاستروليشن. هنتناول الجاستروليشن من خلال تعريفها وخطواتها والنتائج بتاعتها. بتقول ان الجاستروليشن هي عملية تحويل، the process of transformation of bilaminar embryonic disk الى trilaminar embryonic disk. افكركم بالبيلامينر embryonic disk، هذه الديسك اللي كانت اهم الملامح الجنينية للاسبوع الثاني، ديسك اللي كانت فيه الانر سيل ماس اترتبت في صورة صفين او طبقتين، طبقة الايبي بلاست والهايبو بلاست. الطبقتين الخلويتين دول هيتحولهم الى، كانوا في صورة قرص، هيتحولهم الى قرص اخر بس من 3 طبقات اسمه تريلامنر. عملية التحويل ديت يسموها جاستروليشن. خطواتها في الاسبوع الثالث، يعني من اليوم الـ14 وتقريبا هتنتهي عند اليوم الـ19. من الملاحظ هنا في طرفة لطيفة، هذه الطرفة في اسابيع الحمل كان الاحداث الكبرى بتحدث في 5 ايام وبتثبت عند اليوم الخامس وتقعد ثابتة لحد اليوم السابع، زي ما يكون دوام عمل اسبوعي 5 ايام شغل ويومين راحة. احنا شفنا في الاسبوع الاول من البريجنانسي، الاسبوع اللي كان حصل فيه الكليفج، الاحداث كلها كانت بتتم من اليوم الاول وتقريبا حتى اليوم الخامس بتكون البلاستوسيست، وتقعد من اليوم الخامس بقى ايه ثابته لحد اليوم السابع كانها اشتغلت 5 ايام، فيها تكون الزيجوت ثم التو ستيل ستراكشرز ثم لحد المورولا، وبعد المورولا البلاست تنفجر الزونابلوس ده ويطلع البلاستوسيست، وبعد كده البلاستوسيست يبحث عن مكان اخر ويترك الفالوبيان تيوب ويدخل في اليوتراين كافيتي وياخد له يومين راحه. هو في الحقيقه مش بيستريح، انما التغيرات الكبيره بتثبت، فعامل زي ايام الشغل بتاعتنا 5 ايام شغل ومن راحة. في الاسبوع الثاني، اسبوع الامبلانتيشن، كان حدث طرفة لطيفة. في الامبلانتيشن كان الشغل ابتدى عند اليوم السابع بعملية الامبيدنج، بعملية التعشش، وفضل السيتوتروف بلاست او سينسيتوتروف بلاست ياكل في الاندوميتريوم ويحفر لنفسه حفرة ويدخل يعشش فيها وتحدث، والحفرة دي بعد كده تلتئم وتقفل عليه. استمرت الأحداث دي لحد اليوم الـ12، فكأنه أخذ من اليوم السبع شغل لحد اليوم الـ12 شغل وريح له يومين، زي عمل كده شغل عندنا 5 أيام وراح يومين. الأسبوع الثالث الجاستروليشن، الجاستروليشن ابتدى الشغل بتاعه عند اليوم الـ14 وخلص عند اليوم الـ19 ويعود له يومين راحة اليوم الـ20 والـ21. هو في الحقيقة مش راحة بمعنى راحة، لكن التغيرات الكبيرة زي ما انا قلت بتقف وبيثبت عند اخر حالة وصل عليها تقريبا. طيب عند اليوم الـ14 تبتدي تحدث تغيرات. التغيرات ديت انا مش يعني ديت التكست موجود تطلعوا عليه، لكن انا من خلال الدياجرامات اللي جاية انا هبتدي اتكلم. في هذا الدياجرام كانت البلاستولا موجودة بشكلها المميز. البلاستولا عاملة زي الكرة، الكرة المتعششة بداخل الاندوميتريوم اوف ذا يوترس، الان اللي اصبح اسمه الديسيديو. هذه البلاستولا كانت مكونة من اوتر سيل ماس عرفت باسم التروفوبلاست اللي ساعدها على الامبيدنج بداخل الاندوميتريوم. اما من الداخل فكان في عندي امبريونيك ديسك تسبح في بحر خلوي كبير اسمه اكسترا امبريونيك ميزوديرم. الامبريونيك ديسك كانت مكون من طبقتين لحد الان، الطبقه اللي فوق اسمها الايبي بلاست وكانت محاطه بالامنيوتيك كافيتي، والطبقه اللي تحت اسمها هايبو بلاست وتحت منها كافيتي اخر اسمه ليوك ساك. والامبريونيك ديسك اللي بداخل هذه الكره
زي ما احنا اتفقنا، قاعدة في بحر عظيم في سرير ضخم من خلايا لوس اسمها اكسترا امبريونيك ميزوديرم. عملية تحويل هذا القرص الجنيني اللي اسمه الامبريونيك ديسك ذو الطبقتين البايلامينر امبريونيك ديسك، عملية تحويله إلى قرص جنيني مكون من 3 طبقات بإضافة طبقة ثالثة. الطبقة ديت اسمها ميزوبلاست، العملية دي اسمها جاستروليشن. يبقى ده الديفينيشن من خلال الرسم، قرص جنيني بطبقتين يتحول إلى قرص جنيني ب3 طبقات. عملية التحول ديت في لحظة واحدة هنا رسمناها، العملية دي بتستغرق 5 أيام. عملية التحول دي اسمها جاستروليشن، هنوضحها بصورة تفصيلية أكتر شوية من خلال الدياجرام اللي جاي. دي البلاستولا بداخلها الامبريونيك ديسك، طبعا ده كورونال سيكشن. كورونال سيكشن يعني فيرتيكال ترانسفيرس فيرتيكال سيكشن، ماشي على الكورونال سوتشر اوف ذا سكال، وقاطعين فيه البلاستولا وناظرين لها من الامام. لما نظرنا اليها من الامام لقينا بداخل البلاستولا بحر عظيم من الخلايا اسمه الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، وبداخلها قرص جنيني قرصه. القطاع في هذا القرص يبدو بهذا الشكل. هذا القرص، هذا الامبريونيك ديسك اللي يشهد هذه التغيرات يحصل فيه ايه. الطبقه اللي فوق ديت كانت اسمها الايبيبلاست. الايبيبلاست كان محاط بكافيتي اسمه امنيوتيك كافيتي، دي الكات ايدج بتاعته اهي. طيب من تحت كان في الهايبوبلاست اللي هو باللون الاصفر ومحاط بكافيتي اسمه اليوكساك. التغيرات بدات ازاي؟ اللي قاد عمليه التغيير في الامبريونيك ديسك، قائد عمليه التغيير، قائد عمليه تحويل الامبريونيك ديسك ذو الطبقتين الى امبريونيك ديسك ب3 طبقات هو الايبيبلاست اللي باللون الازرق ده. الايبيبلاست اللي كانت خلاياه كولامينر ايبيثيليوم هيبتدي بعض من خلاياه تهاجر وتسيبه. ليه؟ بدات خلاياه تكتر، بدا يحصل زحمه، بدا يحصل كوندنسيشن اوف سيلز، ما عادش فيه مكان. بدل ما كانت لير مستقيمة زي الهايبوبلاست من كتر الزحمة بدأت تتعوج، فبدأت بعض من الخلايا تهاجر الايبيبلاست وتنزل تشغل السبيس المحصور بين الايبيبلاست والهايبوبلاست. هذه الخلايا كانت اسمها ميزوبلاست. ظلت الميزوبلاست تهاجر وتشغل هذا السبيس في الامبريونيك ديسك المحصور بين الايبيبلاست والهايبوبلاست حتى ملأته عن اخره، ملته على الاخر. بعد كده بدأت الميزوبلاست بعد ما ملت هذا السبيس بدأت بعض من خلاياها تدخل وتعمل ريبليسينج، تحل محل بعض من خلايا الهايبوبلاست. ده مش كده وبس، ده قعدت تحل محلها حتى استولت تماما على كل هذه اللير اللي اسمها الهايبوبلاست، وغيرت اسمها من هايبوبلاست الى اندوديرم. في الحالة دهيت اعطت الاشارة للطبقة اللي في النص، طبقة الميزوديرم، طبقة الميزوبلاست، وقالت لها انا استوليت على كل الهايبوبلاست وغيرت اسمها الى اندوديرم. غيري انت اسمك، فغيرت طبقة الميزوديرم خلاياها، طبقة الميزوبلاست خلاياها الى ميزوديرم. وحينما تم الاستيلاء على الهايبوبلاست، والهايبوبلاست دي هي الشغل الكبير، هي الهم الكبير اللي كان الايبيبلاست
مركز عليه. الإيبلاست أفرز الميزوبلاست، والميزوبلاست استولت على الهايبوبلاست وحولت اسمها إلى إندوديرم، وحينئذ أعلنت الميزوبلاست عن اسمها أو غيرت اسمها إلى الميزوديرم. وحينما تمت هذه المؤامرة أعلن المحرض الأساسي على هذه الأحداث، أعلن وأسفر الإيبيبلاست عن اسمه الحقيقي اللي هو الإكتوديرم. إذا نشوفها بشكل أكبر شوية، أدي الإيبيبلاست وأدي الخلايا اللي هربانة منه الميجريتنج سيلز اللي اسمها الميزوبلاست، وده الهايبوبلاست استولت عليه وحولته إلى إندوديرم وأعلنت عن اسمها الثاني اللي هو ميزوديرم. ولما تمت هذه الخطوتين دول خلصوا، أعلن الإيبيبلاست عن اسمه الحقيقي إنه المدبر الأصلي لكل هذه الأحداث، وقال أنا اسمي الإكتوديرم وهذه الإمبريونيك ديسك هي كلها بتاعتي، هي كلها ملكي، وأنا اللي هبتدي أحدث هذه التغيرات. ده كان ملخص الأحداث اللي حصلت في من اليوم الـ14 وحتى اليوم الـ19. باكتمال تكون الميزوديرم وتحول الإيبيبلاست إلى إكتوديرم والهايبوبلاست إلى إندوديرم، صارت الإمبريونيك ديسك هو قرص من 3 طبقات، فأصبح اسمه تراي لامينر إمبريونيك ديسك. وزي ما قلنا هذه الأحداث استغرقت حوالي 5 أيام. كان تفصيل هذه الأنباء ملخص في الـ4 جمل اللي هقولهم دول. بينما الجاستروليشن إز بروسيسنج بيحدث ويستمر، كان في 4 ستراكشرز بتتكون من اليوم الـ14 لليوم الـ19. هذه الـ4 ستراكشرز اللي ساهمت في تكون الترايلامينر امبريونيك ديسك هي البريميتيف ستريك، النوتوكورد، ثم النيورال تيوب، والانترا امبريونيك ميزوديرم. انا هاخدهم واحد واحد. نبتدي مع بعض بالبريميتيف ستريك وبديله اللي هو النوتوكورد. ايه حكايتهم؟ البريميتيف ستريك والنوتوكورد هم بعض الترانزيانت ستراكشرز التي ساهمت في تحويل او تكون الترايلامينر امبريونيك ديسك. الاحداث دي بتحصل في الاسبوع الثالث، عند اليوم الـ17 من الفيرتلايزيشن او من البريجنانسي. احنا قلنا كل العمليه سببها مين؟ سببها الايبيبلاست، هو المحرض الإيبيبلاست اللي اصبح اسمه الإكتوديرم. هنتكلم عليه دلوقتي كإكتوديرم بعد ما عرفت حقيقة اسمه، هنتكلم عليه من خلال هذا الدياجرام. دي البلاستولا، ودي الاوتر سيل ماس بتاعتها اللي اسمها تروفوبلاست، وده بحر الميزوديرم العظيم اللي اسمه اكسترا امبريونيك ميزوديرم. والان بالداخل هنجد الإكتوديرم اللي كان اسمه إيبيبلاست، وكان الاندوديرم اللي كان اسمه هايبوبلاست. دي الاسماء الجديده، اسمائهم القديمه هي الايبيبلاست والهايبوبلاست. الايبيبلاست اللي هو اصبح اسمه اكتوديرم هو المحرض الاساسي. ايه اللي حصل فيه؟ حصل فيه بروليفريشن اوف سيلز، فحصل لها كوندنسيشن along ذا ميد ريجنال او ميد لاين، ميد ريجون اريا او الميد لاين، ويكون كوندنسيشن اوف سيلز امتدت بداخل السبيس اللي بين الايبيبلاست اللي هو الاكتوديرم والهايبوبلاست اللي هو الاندوديرم. هذا الكوندنسيشن عمل عقده اسمها بريميتيف نود، والبريميتيف نود الكيس ايلاند، البريميتيف نود نزلت ومشيت في صورة نوتوكورتك بروسيس، عملت بريمتيف ستريك ثم نوتوكورتك بروسيس. ده الكلام ده في السبيس الفاصل بين
الابيبلاست الاكتوديرم والهايبوبلاست الانوديرم. الخلايا بدأت تكتر وتنزل في هذا الاتجاه. بعد ذلك اتحول البريمتيف، راحت البريمتيف نوت وراحت النوتوكورد البروسيس وحل محله استراكشر جديد اسمه النوتوكورد. تفصيلاتها هتبان شويه هنا، نتكلم عليها بتفصيل اكتر في الدياجرام ده. ده الاكتوديرم اللي هو الابيبلاست، وده الانوديرم اللي هو الهايبوبلاست، ودي البريمتيف نوت، وده النوتوكورد البروسيس. بدا يحصل في النوت كاناليزيشن، تتكون بداخلها كانال. الكانال ديت او حفره اسمها البريمتيف نوت. هذه الحفره حصل لها جراديوال ديبنينج، بدات تغوص ثم سقطت ارضيه النوتوكوردال بروسيس، فاصبح دلوقتي الامنيوتيك كافيتي على اتصال باليوكساك عن طريق الكنال اللي اتحفرت في البريمتيف نوت، واللي ظهرت نتيجة سقوط أرضية النوتوكوردال بروسيس. هذه الكنال اسمها نيورينتريك كنال. أصبح الامنيوتيك كافيتي على اتصال باليوكساك بسبب وجود النيورينتريك كنال، اللي هي عبارة عن كنال محفورة في البريمتيف نوت بسبب حفرة اسمها بريمتيف بيت وانهيار أرضية النوتوكوردال بروسيس. ثم حصل بعد ذلك التئام، التأمت هذه الكنال وقفلت البريمتيف بيت والفلور اوف ذا نوتوكوردال بروسيس اتبنى، ثم اتبنى حصل بناء ريجينريشن للاندوديرم اللي هو الهايبوبلاست، وتكون مكانهم النوتوكورد في هذا المكان. اذا كان القصد من عمليه البريمتيف نوت والنوتوكوردال بروسيس واتصال التو كافيتيز، كان القصد منهم تكون الاستراكشر اللي يعرف باسم النوتوكورد، لان هذا النوتوكورد هيلعب دور خطير جدا، مش فقط في الترايلامينر ابلوك ديسك، لا ده في الاستراكشرز او في الاورجانز اللي هتظهر في الجنين. تذكروا معايا هذا العضو او هذا الاستراكشر اللي اسمه النوتوكورد. طيب الاستراكشر الثالث اللي حصل اثناء الجاستروليشن اسمه النيورال تيوب. عمليه ظهور النيورال تيوب اسمها نيوروليشن. يبقى النيوروليشن it is the process of formation and development of the neural tube. وايه حكايه النيورال تيوب ديت؟ النيورال تيوب ديت هي اصل السي ان اس. هتظهر ازاي؟ ده ملخص الكلام. عند اليوم 19 دي كانت البدايه، بدايه النيوروليشن في اليوم 19. طبعا كل الاحداث زي ما احنا اتفقنا كان المحرض الاساسي عليه هو الايبيبلاست، واللي هو كان الاسم المستعار للاكتوديرم. طيب تعالوا نشوف النيوروليشن وتكون النيورال تيوب اتكونت ازاي. ده كان قطاع كورونال سيكشن في البلاستولا بيبين مراحل تكون النيورال تيوب. الامبريونيك ديسك اللي لها طبقه من فوق اسمها اكتوديرم وراكب عليها الامنيوتيك كافيتي، وده كان الاندوديرم اللي هو الهايبوبلاست يعني، وراكب عليه من تحت اليوك ساك. النوتوكورد كان اتكون دلوقتي بالطريقه اللي احنا شفناها في الشريحه اللي فاتت. تكون النوتوكورد. النوتوكورد وأحد المحرضين، أحد المستفزين للإكتوديرم إنه يطلع النيورال تيوب. إزاي؟ وجود النوتوكورد تحت الإكتوديرم في منطقة الميدل لاين هيعمل له الريتيشن من تحت، باللغة المصرية هيزغزغه يعني، يعني يعمل له يهيج خلاياه، فتبتدي الخلايا، خلايا الاكتوديرم تكتر ويحصل لها بروليفريشن، ثم يحصل لها كوندنسيشن. فين؟ في الميدل لاين جاست اباف ذا نوتوكورد، في النوتوكورد يعني، في الاكتوديرم فوق النوتوكورد بالظبط. طيب بعد ما الخلايا بدات تكتر
تكتر في الإكتوديرم في منطقة الميدل لاين فوق النوتوكورد. تحول النوتوكورد المنطقة دي حصل لها ديبريشن، بقت ديبريست اريا وأصبحت تشبه الطبق، فأصبح اسمها نيورال بليت. يبقى اوفر جروس اوف ذا اكتوديرمال سيلز ان ذا اريا اوفرلاينج ذا نوتوكورد ريزلتس ان كوندنسيشن اوف سيلز، وبالتالي ظهر السيلز عملت اللاير او حولتها الى طبق فسموه شكل الطبق فسموه نيورال بليت. مع الوقت النيورال بليت ايه بدات الخلايا تكتر فيها، بدات الخلايا تنزل لتحت بهذا الشكل، ثم تكون جروف. الجروف ده يسموه نيورال جروف نتيجة الاوفر جروس اوف سيلز. فالنيورال بليت حصل لها جراديوال ديبنينج ونزلت في الاسفل فوق النوتوكورد وتحول وظهر النيورال جروف. الايدجز اوف ذا نيورال جروف ده ايه اطلق عليه اسم النيورال فولدز. وكل الكلام ده كان فوق مين؟ فوق النوتوكورد اللي هو كان المحرض الاساسي اللي هو كان بيعمل اريتيشن للاكتوديرم في هذه المنطقه، اللي هو كان بيزغزغ الاكتوديرم في هذا المكان. مع الوقت حصل جراديوال ديبنينج اوف ذا نيورال جروف، وبدا يظهر من عند النيورال فولز في المنطقه من عند النيورال فولد بدا يخرج تو بروجكشنز هيخرجوا من النيورال فولد او من الاكتوديرم اللي في منطقه النيورال فولد على اليمين وعلى الشمال، وبدا يحصل لهم جروس في الداخل في اتجاه الميزوديرم في الفراغ الفاصل بين الاكتوديرم من فوق والاندوديرم من تحت. التو بروجكشنز دول يسموهم النيورال كريست، والنيورال كريست هي امبريولوجيكال ستراكشرز هيخرج منها حوالي 16 عضو من اعضاء الجسم. لابد ان احنا نتذكر هذا كويس. مع الوقت اللي حصل ان التو ايدجز اوف ذا نيورال فولد اللي هما هنا بداوا يقربوا من بعض. لما بداوا يقربوا من بعض التحموا مع بعض، حصل فيوجن. لمين؟ فيوجن للايدجز اوف ذا نيورال فولد، وانفصل النيورال جروف وتحول هنا الى النيورال تيوب، والتأم الاكتوديرم تماما. امال فين النيورال كريست؟ ادي النيورال كريست اللي خرج من النيورال فولز، قعد في الفراغ الفاصل بين النيورال تيوب والاكتوديرم. وطبعا كل ده راكب على مين؟ على المحرض الاساسي الانديوسر اللي اسمه النوتوكورد. بالتئام الايدجز اوف ذا نيورال فولد التئم الاكتوديرم وانفصل النيورال تيوب وتكون النيورال كريست. ثم اتقسم النيورال كريست لجزئين اتنين، واحد يمين واحد شمال رايت وليفت، وهيساهموا بعد كده في تكون البودي اورجانز اوف ذا امبريو. يسموا العمليه ديت النيوروليشن، وده كان اختصارها مع بعض النيورال بليت ثم النيورال جروف. الايدجز بتاعته اسمها نيورال فولد، وما ننساش النوتوكورد اللي كان بيزغزغهم من تحت وكان بيعمل اريتيشن، كان بيعمل انيشيشن، كان بيعمل ستيموليشن لحدوث هذه الاحداث، هو النوتوكورد من تحت. ثم النيورال جروف النيورال فولد، وثم ظهر النيورال كريست. وبعد كده حصل فيوجن اوف ذا ايدجز اوف ذا نيورال فولد، والتأم الاكتوديرم وانفصل النيورال تيوب وتكون النيورال كريست اللي انقسم الى جزئين بهذا الشكل. نقدر نقول الان انفصلت النيورال تيوب، يعني نقدر نقول ان من هذا الاكتوديرم تكون تو ستراكشرز النيورال تيوب والنيورال كريست.
والفضل يعود في ذلك الى وجود النوتوكورد. والنوتوكورد اللي هو كان الترانزيانت ستراكشر، الاستراكشر المؤقت، هو اللي كان بيهيج الاكتوديرم علشان نصل الى النتيجه النهائيه بتاعتنا، تكون النيورال تيوب والنيورال كريست. العمليه دي تبدو بسيطه. من النيورال تيوب هيتكون السي ان اس، هيتكون البرين والسباينال كورد، ومن النيورال كريست هيكون 16 اورجان من البودي اورجانز هنعرفهم بعد شويه. سميت هذه الاحداث مع بعضها عمليه الديفلوبمنت اوف ذا نيورال تيوب او النيوروليشن. اذا ده كان ملخص النيوروليشن. عاوز بس اقول حاجه هنا، اثناء النيوروليشن ما بتتكون، كان الامنيوتيك كافيتي اللي قاعد فوق الاكتوديرم على اتصال بنيورال تيوب بفتحه. الفتحه دي قد باينه هنا اهي، ادي الفتحه. الفتحه دي بيسموها نيورو بور. كان اتصال من قدام ومن ورا، من قدام عن طريق كرينيال نيورو بور، ومن ورا عن طريق كودال نيورو بور. ومع الوقت حصل كلوجر زي ما احنا شفنا، حصل كلوجر لهذه النيورو بور، ثم انفصل تماما، انفصل الاكتوديرم، عفوا انفصل الامنيوتيك كافيتي عن الكافيتي اوف ذا نيورال تيوب بالتئام الاكتوديرم وانغلاق، انغلاق مين؟ النيورو بور. نيورو بور، نيورو يعني نيورال تيوب، وبور يعني اوبننج، يعني اوبننج في النيورال تيوب. بانغلاق هذه الاوبننج تم تقفيل او انسداد الكوميونيكيشن بين الامنيوتيك كافيتي اللي قاعد فوق وبين النيورال تيوب. الاكتوديرم اللي خرج النيورال تيوب هيطلقوا عليه في هذه الحاله النيورو اكتوديرم. اما النيورال كريست اللي خرج من النيورال فولد وانقسم الى قطعتين اتنين، خلايا النيورال كريست هتبتدي تهاجر في اتجاهين اتنين، اتجاه في ظهر في الباك اسمه دورسال باسوي. بعض من هذه الخلايا تهاجر في دورسال باسوي وتروح للدرمس، من خلال الدرمس يعني، وتروح للإبيدرمس علشان تكون الميلانوسايتس اللي بتلون الجلد والهير فوليكل. أما معظم الخلايا فتهاجر في اتجاه بطن الجنين علشان تكون بعض من البودي أورجانز اللي هنتناولها من خلال الكلام اللي جاي ده. دي بعض من البودي أورجانز اللي خارجة من النيورال كريست اللي كان أصله إكتوديرمال إن أوريجين، قسمناها شويه بحرف الاي شويه بحرف البي والسي والدي وهكذا. فكان منها السوبرارينال او الادرينال مدله، الاراكنويد مطر، البي مطر، بي اخرى باراسمباسات الجانجليا اوف جي اي تي، وبي اخرى اللي البونز اوف ذا فيس اند سكال، سي بعض من الكونكتيف تيشو بالذات خط في الفيس، وسي اخرى اللي الكرينيال نيرف جانجليا، سي اخرى لا سي سيلز اوف ذا ثايرويد جلاند، سي اخرى كونو ترانكال سيبتم اوف ذا هارت. كونو ترانكال سيبتم ده السيبتم الفاصل بين الاورطة والبلمونر ترانك، هناخده بعد كده. ثم اتنين بحرف الدي اللي هو الديرمس اوف ذا فيس اند نيك والدورسال روت جانجليا، ثم جي جلايل سيلز في سي ان اس، ام ميلانوسايتس اللي في الابيديرمس، اودونت بلاست الاسنان، سيمباثيتيك تشين والشوان سيلز. دي كانت بعض من الديريفاتيفز اوف ذا نيورال كريست. نقف الان عند النيورال كريست. يبقى كده خدنا ثلاثه من اربعه ستراكشرز كانوا بيحدثوا اثناء الكاستروليشن، اللي هم البريميتيف نوت، نوتوكورد والبريميتيف ستريك، واللي كان بعد كده اللي بدلهم اللي هو كان النوتوكورد، ثم النيورال تيوب. نتبقى لنا الانتر امبريونيك ميزوديرم، ده هنخليه في المحاضرة اللي جايه.